بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين، ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. من ينتخب المرجع الديني، ولا سيما المرجع الديني الأعلى، وعلى أي أساس يتم انتخابه؟ وهل الدول الكبرى، عواصم الكبرى، واشنطن، لندن، طهران، غيرها من العواصم، دور في تعيين المرجع الأعلى للشيعة؟ هذا سؤال مهم طرحه بعض الأخوة علينا ونحاول الإجابة عليه. في الحقيقة القيادة، طبيعة القيادة، طبيعة القائد، هذه أمور مهمة جدا وتوقف عليها بناء المجتمع ومسيرة المجتمع، اتجاه المجتمع. لذلك مثلا الشيعة الإمامية في القرون الأولى الهجرية اهتموا كثيرا بموضوع القيادة، موضوع الإمام. قالوا مو أي واحد يجي يصير إمام ويصير قائد، لابد أن يتصف هذا القائد بصفات مثالية مهمة، يعني مثلا أن يكون معصوم، صفة مثالية جدا هذه، معصوم من الله تعالى، حتى لا يأمر بخطأ، لا يأمر بباطل، لأننا مأمورون بطاعته حسب الآية الكريمة اللي معروفة، يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالعلماء السابقون كانوا يفسرونها إما بالعلماء أو بالحكام أولي الأمر. فقالوا إذن يجب أن يكون الإمام معصوم حتى لا يأمرنا بباطل ونقع في أزمة، أن نطيعه أو نطيع الله، إذا أطعناه عصينا الله، وإذا عصيناه عصينا الله مرة ثانية. فهكذا ولدت نظرية الإمامة، الإمامة الإلهية القائمة على العصمة والنص، وأن الإمام ينص عليه الله سبحانه وتعالى. هاي النظرية الأولى، ولكن عمليا هذه النظرية يعني توقفت بالتاريخ، ما إلا مصادر خارجية على الأقل، بغض النظر عن صحتها أو خطأها، ولكن هاي النظرية ما موجودة. رغم القول بوجود إمام مهدي، إمام ثاني عشر، معصوم وعين من قبل الله وهو مولود وموجود، ولكن عمليا الشيعة افتقدوا لهذا الإمام، ولذلك كونوا نظريات بديلة، وصارت عندنا النظرية المرجعية، طورت عبر الزمن إلى أن صارت هذه في المئة سنة الأخيرة، أنه الشيعة يشوفون واحد عالم، بناء على حديث أيضا مروي عندهم، أنه من كان من الفقهاء، أو كان من مثلا من الرواة، ما كان فقهاء هذيك الأيام، انظروا إلى بعض الرواة واتبعوهم وأخذوا الأحكام من عندهم. بعدين صار عندنا فقه، وصار عندنا اجتهاد، وصار الناس يعني يسألون المجتهدين، ثم صاروا يقلدوهم. هذا التقليد الأعمى المتعارف عليه، ولكن صارت عند الشيعة قيادة دينية، وأيضا اتطورت صارت قيادة سياسية، يعني المرجع مو فقط يفتي، الآن هو أصلا المرجع ما يفتي، عنده مكتب إفتاء قاعدين يفتون باسمه، بناء على مباني الفقهية مثلا وكذا، يفتون مكتب إفتاء، هاي من مدة طويلة، مو استستاني فقط، ولا هو ما يلاحق يجاوب على الأسئلة كلها، فأدى مكتب إفتاء، ولكن هو عنده صفة سياسية، مرجع أعلى. وأيضا طورت هاي النظرية المرجعية إلى أن صارت المرجع هو الحاكم الشرعي اللي الله معينه، يعني هسه ماكو نص عليه، ولكن هكذا النظرية صارت، أنه المرجع هو الحاكم الشرعي. وأيضا نظرية أو فرضية أخرى، أنه هو نائب الإمام المهدي العام،
والإمام المهدي عند الشيعة يعني شيء مقدس وعظيم، فهذا نائبة، هذا أيضا أخذ فد هالة من القدسية وهالة من الشرعية، هالة كبيرة جدا. طيب أخذ احتل موقع أنه هذا كلامه كلام الله صاير المرجع، وإذا قال مثلا بشيء يصير واجب، إذا أمر بشيء يصير واجب، وإذا نهى عن شيء يصير حرام أو يصير كذا، ويعني مثل المعصوم. في الحقيقة يعني هو يعني صار الشيعة ينتخبون هذا المرجع، فصار انتخاب المرجع على أساس الشورى، مثل الشورى يعني، بس بصورة يعني عبر مئات السنين الماضية، مو بشورى مباشرة يعني مرة واحدة في يوم واحد صناديق اقتراع أو أدنى كم واحد مرشح وننتخب له مرجع نطلع من صندوق الاقتراع، لا، وإنما تدريجيا وبصورة شعبية إلى أن هذا واحد يبرز ويصير مرجع أعلى. طيب المفروض حسب نظرية المرجعية أن يكون هذا المرجع عالم بالدين، فقيه، وبعض الفقهاء وبعض المراجع قالوا يجب أن يكون الأعلم من جميع الفقهاء حتى نروح نقلده، ما يجوز تقليد العالم، في جدل، يجوز تقليد واحد عالم بسيط استوى طالع مثلا أو لا، يجب أن نقلد أعلم واحد. طيب كيف نعرف الأعلم؟ أعلم بماذا مثلا؟ كيف يعني شنو هي مقاييس الأعلمية؟ فقط لأنه أهل الخبرة يقولون هذا أعلم، طيب قد يكونون مشتبهين أو عندهم مصالح دي يسوون دعاية لواحد. لازم نعرف ما هي الأعلمية، ما هو العلم وما هي الأعلمية. العلم بالدين البعض يلخصه بالفقه بالروايات، هذا حلال هذا حرام هذا حلال هذا حرام، صار هذا يعني إذا قدر يجيب الأدلة مالت الحرمة والحلية فصار هذا مجتهد، ويرجع الأحكام إلى منابعها إلى أصولها. طيب هذه العملية، عملية الاجتهاد، أيضا عملية صعبة بالحقيقة ومعقدة، يعني مثلا تحتاج بعقيدته أن يكون عنده علم واجتهاد ومعرفة بعقيدته، ما يصير واحد مثل مقلد بعقيدته يجي يجتهد بالأحاديث، لازم يكون. والعقيدة تتضمن أيضا التاريخ، مثلا تاريخ الأئمة، من هم الأئمة، قول الأئمة حجة أو مو حجة، هذا أشياء أساسية وأصولية في الاجتهاد، ولكن البعض يقفز عليها ويطويها ويقول لك هذه قضايا مبحوثة بعد ما يحتاج أن أبحث. طيب القرآن ظاهره حجة أو لا؟ كان في جدل أيضا بين الأخباريين وبين الأصوليين، الأخباريين كانوا يقولون القرآن ما يمكن أن نعتمد عليه، ظاهره ليس بحجة إلا أن يفسره المعصوم، حتى قل هو الله أحد ما يمكن أن نفتهمها إلا الإمام يشرح لنا إياها. زين من هو هذا الإمام اللي صار هو وصي على القرآن وفوق القرآن ويشارح القرآن؟ كيف نعرف هذا الإمام؟ هذا سؤال مهم، سؤال عقائدي يعني، هذا إذا ما نعتبره أصولي فنعتبره عقائدي على الأقل، أنه كلام الإمام حجة حتى لو خالف القرآن، حتى لو كان تأويل تعسفي، حتى لو كان رواية ضعيفة جاي نأخذها بسرعة ونصدق بها، يحتاج بحث عقائدي ثم بحث رجالي، أنه هذه الروايات الجاية عن الأئمة سندها كذا، لازم نبحث فيها، خمو كل رواية، عندنا آلاف الروايات جاية وإحنا ما شايفين الأئمة وبيننا وبينهم 1400 سنة، فإيش مدرينا هاي الروايات صحيحة ولا خطأ ولا كذب ولا موضوعة ولا مزورة، وأكثر الروايات العلماء يقولون هذه ضعيفة وموضوعة ومتناقضة أحيانا متضاربة، يقولون هاي مثلا التضارب إجا من الأئمة هاي بالتقية، زين التقية صحيحة أصلا أكو شيء اسمه تقية ولا هذا شيء كذب لتغطية النظريات والآراء والمواقف بخلاف موقف الأئمة باسم التقية؟ لازم واحد يدرس أصلا هناك شيء اسمه تقية ولا ماكو شيء اسمه تقية، هذا كذب تزوير وافتراء على الأئمة، والأئمة إذا هم عندهم علم من الله أو هم أعرف الناس بالشريعة، فالشريعة عندها موقف واحد، ما عندها 20 موقف ما
ما عنده مواقف متناقضة، ما يصير. ولكن أيضا جماعتنا يطفرون على هاي موضوع التقية، ما يبحثون بدقة. يعني أصلا مبدأ التقية معقول؟ مو تأخذون تقية مال عمر بن ياسر وقال دي جبروا على الكفر وقال يا بتر أنا كفرت بالنبي محمد؟ لا، عندنا مشكلة كبيرة بالروايات، أكو تناقض بالروايات، والجماعة يأولون كل الروايات يقولون هاي تقية جاية. هو الإمام يفتي كما يريد كما يشاء، عدة أشكال يروي. هل صحيح هذا الشيء؟ هل صدر من الأئمة هكذا أو لا؟ عندنا موقف ظاهري للأئمة وهم عندهم موقف سري باطني بالتقية. على أي حال، عندنا أيضا علم الأصول، لازم المجتهد يكون عالم بالأصول، طبعا لغة عربية وكذا، هذه أشياء بديهيات. في علم الأصول يعني القواعد الأساسية للاجتهاد، أيضا هذا العالم يكون مجتهد ولا أيضا مقلد. وثم في قلنا في الأخبار الرجال، وثم نجي على الفقه نشوف هذا شلون يعني يستنبط الأحكام. بعض المراجع يستنبطون الأحكام من مستويات يعني جدا ضعيفة، لا من القرآن ولا من السنة ولا من أحاديث أهل البيت ولا من يعني الروايات، إنما مثل من القواعد العامة الفقهية، استصحاب. دائما شوفوا الفقه ماله كله مبني على أصل البراءة أو الاستصحاب أو الكذا، ويجيب لك مسائل عجيبة غريبة بهالأصول هذه يطلعها. وإن شاء الله أتحدث عن هذا الموضوع بصورة مفصلة. طيب الآن هذا افتهمنا الاجتهاد هذا معناته، وبعض المجتهدين كما تعرفون الآن عندنا يصدون المرجعية وهم لا مجتهدين في العقيدة، ما نعرف عقيدتهم شنو، قد يكونوا من الغلات، من الغلات الملعونين على لسان الأئمة، ويقول لك أنا مجتهد شيعي. أنت أصلا مو شيعي، شلون جاي نقلدك إحنا؟ حقيقة لازم نتوقف في هاي المسألة. طيب ما مجتهد في التاريخ، ما مجتهد في الأصول، ما مجتهد في الرجال، وحتى بالفقه ما أعرف شلون يقول أنا مجتهد، يروح يجتهد. يشوفون هالبدع اللي تطلع يومية ويجون دول يغطوها، يغطوها بشنو؟ كل بدعة جديدة تطلع، حتى هذا الشيخ اللي أبو يضرب رأسه بكذا وكذا هم طلع له فتوى أنه هذا يجوز، إيه جائز، مستحب كذا. إيه على أي أساس أنت قاعد تفتي هالشكل مثلا؟ يعني شوف إيش قد أكو انحطاط عندنا بعقول بعض الناس اللي يدعون الاجتهاد ويدعون العلم. طيب هسه إحنا من نروح على فد عالم، كيف نعرف إحنا الناس العاديين ما يعرفون الأمور التفصيلية بالدعاية والإعلام؟ هذا فلان عالم، زين عالم بشنو؟ شلون؟ شنو مستوى علمه؟ عنده كتب كثيرة، مؤلف له كذا 100 كتاب أو 1000 كتاب، آخر شيء يطلع أنه هذا هو يقول أنا مقلد. الله يرحمه السيد محمد الشيرازي عنده 1000 كتاب بالفقه وبالتفسير وبالأصول وبكل شيء كاتب، بس من تجي عليه يقول له أنت مثل مجتهد بعقيدتك، يقول لك لا والله مجتهد بالأصول، يقول لك لا ما يمكن أجتهد بكل الأصول، مجتهد بعلم الرجال، لا ما عندي وقت حتى أجتهد بعلم الرجال. صراحة شيء مفاجئ يعني، روح أسألوهم شوفوا تأكدوا من عندهم إذا ما صدقوني. أنا سألت السيد محمد الشيرازي بنفسي، أنت مجتهد بوجود الإمام الثاني عشر يعني قارئ باحث الموضوع؟ قال لا والله ما باحث الموضوع. طيب شلون صار مجتهد وأنت ما باحث أن الإمام الثاني عشر موجود ولا ما موجود، وبالتالي نظرية الإمامة كلها صحيحة ولا مو صحيحة؟ هذا أساس أساس عقيدتك وأنت ما مجتهد فيها. وكاتبه، وأنا كاتب في كتابي المرجعية الدينية الشيعية وآفاق التطور، الإمام الشيرازي نموذجا متحدث عنه، جايب النصوص مالاته، يقول ما يمكن واحد العالم يجتهد في كل هالأشياء ذني، فلازم يقلد فيها. فطلعنا آخر شيء هو مقلد، وجد ملايين من الناس أو مئات الألوف يقلدوه، يقلدون المقلد، ومو بس هو طبعا، صدقوني مو بس هو، هذا هو كاتب وقايل الكلام. بقية المراجع، معظم المراجع 90% إذا مو 99% أيضا هم مقلدين في عقيدتهم وفي أصولهم وفي رجالهم وفي فقههم، كل تقليد في تقليد.
طيب هسه احنا شلون وقعنا في مشكله، شلون ناس دي يقلدون واحد صاير مرجع اعلى او مرجع مثلا معين وهو مجتهد في بعض المسائل البسيطه، ما مجتهد في كل شيء، كيف يصبح هذا مثل مره واحده هذا صار مرجع وصار مرجع اعلى وصار كذا؟ كيف؟ منو يرشحه؟ هل هناك مثلا مجلس من العلماء فد 100 عالم فد 1000 عالم مثلا يقعدون من هالعلماء اللي في كل أنحاء العالم يجتمعون في يوم مثل البابوات في الكنيسة مثلا يجتمعون دول الكرادلة لما يموت واحد من عندهم البابا يجتمعون ويقعدون كم يوم يتداولون إلى أن ينتخبون واحد من عندهم ويطلع الدخان الأبيض حتى يعرفون هذا ويعلنوا على الناس أنه هذا صار مرجع. إحنا ما عندنا شيء هذا بالشيعة، اكو شيء مثل الكنيسة مثل البابوية، بد واحد عندنا اسمه مرجع اعلى، وبالدين وبالتشيع ما موجود شيء اسمه مرجع اعلى ولا مرجع ديني. عندنا اذا واحد فقيه اذا عالم الناس يرجعون لعلمه، مو انه هو خلص هذا كلامه بعد بدون دليل بدون برهان لازم يتكلم ويصير كلامه صحيح. ما عندنا شيء هذا بالاسلام، ما عندنا واحد وصي وهو مرجع ديني، بس هذا المرجعية صارت عندنا كبديل عن افتقاد الإمامة. إيش قد نظروا الشيعة للإمامة تنظير مثالي وخيالي، تاليها صار صفر، مثل ذاك المثل العراقي يقول لو حكيم باشي لو أموتن، حكيم باشي ما عندنا، إمام معصوم معين لا ما عندنا، فقلنا خلي نموت خلي ما نداوي نفسنا. آخر شيء قلنا يا بخلنا لقانا في الواحد فقيه عادل ونتبعه. يعني هذا التطور زين لا بأس به، إيجابي، أحسن ما نقعد بلا يعني مرجع أو بلا قائد على الأقل مثلا. هسه الآن الشيعة بالشرق الأوسط بالعراق وبإيران وبلبنان وبالخليج موقع استراتيجي جدا عندهم، موقع مهم جدا وعندهم جماهير وصارين المراجع قيادة للشيعة. زين الدول الكبرى، الدولة العثمانية أيام زمان والدولة القاجارية وبريطانيا وربما أمريكا بعدين، ذولا يشوفون ذولا الجماهير الموجودين في الشرق الأوسط لهم قيادة، وهذه القيادة اسمها المرجعية. هذه المرجعية تلعب دور كبير سلبا أو إيجابا. إذا صار غزو للعراق مثلا بالحرب العالمية الأولى واحتلال العراق، المرجع إلى كلام، المراجع أطلقوا فتاوى بوجوب مقاومة الاحتلال الإنجليزي للعراق، وهم لبسوا ملابس عسكرية وحملوا سلاح وراحوا يقاتلون، فإذا لهم دور مهم في التصدي للاستعمار البريطاني. ثم يجيك مرجع آخر مثلا يقول لك لا، صارت ثورة النجف سنة 1918، المرجع كان سيد محمد كاظم اليزدي، هذا ما تعاون مع أهل النجف، سكت، مسكوهم، سووا انتفاضة، اجوا مسكوهم الإنجليز وعدموا القادة في النجف، وهو ما تحرك ولا استنكر ولا قال لا ولا قال شيء. لو كان قايل مثلا أو هو مصدر فتوى كان الثورة عمت العراق كله سنة 1918 قبل ثورة 20. فإذا كان دور سلبي بالحقيقة في تأييد الاحتلال أو في سكوت عن الاحتلال. بعدين يجي واحد آخر المرجع محمد تقي الشيرازي يفتي بوجوب التصدي وأخذ الحقوق، إذا كان إلى دور، فشوفوا دائما يعني. أو قبل ذلك محمد كاظم الأخند الخراساني المرجع اللي كان قبل كاظم اليزدي أفتى مثلاً بوجوب الدستور ووجوب البرلمان وسوى ثورة في إيران وأسقط الملك محمد علي، الشاه محمد علي في إيران أعلن النفير عليه والجهاد وأسقطه، وإجا ابن أحمد صار ملك بعدين. فشوفوا المرجعية كان لها كلمة كبيرة. وقبل ذلك الشيخ السيد محمد حسن الشيرازي صاحب فتوى التنباكي الشهيرة، أيضا شاه إيران راح وقع اتفاقية، ناصر الدين شاه كان اسمه،
وقع اتفاقية مع بريطانيا باحتكار التنباك، والتنباك كان يشكل 20% من اقتصاد إيران، والناس ما قبلوا وما كان الملك يسمع لهم مستبد. فقام المرجع هذا بفتوى واحدة قال استعمال دخانيات بأي شكل كأنها محاربة للإمام المهدي. الناس كلهم ذبوا سماعتهم تنباك وتتم بالشوارع، وحتى مرت الشاه يقال كانت قال لها سوي لي أرجيلة، قالت له ما عاد حرام عليك ما سوي لك، قال لها منو قال لك ما سوي، قالت له المرجع اللي حللني لك حرم عليه الأرجيلة. شوفوا إلى هالحد هاي. فكان لهم في الدور كبير خلال هالمئتين سنة اللي راحت، المراجع في الحقيقة كان لهم دور كبير. هسه شلون صاروا وشنو قاعدتهم وشنو فلسفتهم وشنو كذا ما علينا، بس عمليا هناك قيادة لملايين الناس في إيران وفي العراق وفي الخليج وفي كل مكان، حتى بالهند فتاوى العلماء أثرت حتى على الهند، شيعة اللي بالهند، باكستان والهند أيضا كانوا يلتزمون فيها. فهنا بريطانيا من القرن التاسع عشر فكرت أنه ذولا يشكلون يعني فت قوة بالمنطقة، وإذا هي مشاريع للتدخل للاحتلال للهيمنة لكذا لابد أنه نسوي لهم فرشية، يعني مو معقولة نترك العملية هكذا بصورة ديمقراطية تمشي وبصورة عفوية والناس على البراءة وعلى التقوى والإخلاص وكذا، ويصيرون مراجع وبعدين يسوون مشكلة. هكذا فكرت بريطانيا أيام بريطانيا العظمى اللي كانت محتلة ثلاثة أرباع العالم، فسوت شيء قالت أحسن شيء نجي نعطيهم فلوس ونشتري، يعني إذا المرجع الأعلى ما نقدر نشتري بالفلوس بس نقدر يعني شوي نأثر على الأجواء. فجابت فكرة أنه فد ملك شيعي بالهند كان ملك أودا، هذا مات وكان مقرض بريطانيا فلوس كذا مليون روبية ذيك الأيام ومات، وقال أن تعطون عائلتي أو تعطون كذا الأرباح مالته، الأرباح الربوية مال القرض هذا، أرباح ربوية. فبريطانيا باعتبارها أمينة على هذه الاتفاقية فجاية تجيب الفلوس، أيام كانت تحتل الهند بالقرن التاسع عشر، جايب الفلوس تتوزعها بالحوزة، قالوا وزعوها على الحوزة على الطلاب الحوزة. بعض العلماء شكوا حسوا انتبهوا قالوا هاي شنو بريطانيا جاية توزع فلوس فتقصة مفبركة كمان ندري حقيقتها شنو، فما ناخذ الفلوس، هاي فلوس حرام ما ناخذها. بعض العلماء قال لا فلوس هاي جاية يلا احنا نحتاج واحنا فقراء والناس فقراء طلبة، طلعوا لهم في التخريجة يعني كم ياخذون. الحكومة العثمانية ايضا ارتابت وشكت شنو هذا القنصل البريطاني في بغداد يوزع فلوس باسم هو تركه مال واحد شيعي مثلا ملك شيعي، وتفاوضت مع يعني تناقشت مع الحكومة الإيرانية ذيك الأيام أنه هاي الفلوس شنو قصتها يوزعوها بقوم وبالنجف وبكربلة وكذا، فارتابوا فيها. في الحقيقة هم يعني العلماء اللي ما أخذوا الفلوس هم دزوا طلبة من الهند ما ندري شنو ذولا حقيقتهم، جواسيس طلبة بسطاء كلهم جابوهم عمموهم، والمراجع ما كانوا يعطوهم فلوس ما عندهم، هذول فلوس الهند فلوس هذه أودة خيرية أودة يسموها، كانوا يوزعوها على ذول الطلبة، ذول بقوا صاروا علماء صاروا أيضا يعني حاشية العلماء على الأقل، وصاروا يعني يأثرون بالحوزة. بعد تدخل العلماء في قضية التنباك وقضية المشروطة، الملوك الإيرانيين حتى الملك الأخير أيضا اهتموا بالمرجعية، قالوا هاي المرجعية فتقوة بالتالي موجودة، يمكن تكون معانا يمكن تكون ضدنا، فلازم احنا نهتم فيها. شو نسوي؟ زرعوا ناس عملاء في هاي الحوزة خاصة بحوزة النجف، ناس عملاء لهم يشتغلون موظفين، ذولا هم يسوون دعاية يسوون إعلام يسوون كذا يعني مفاوضات مع المراجع يتحدون، مثل واحد مرجع ده يطلع يجون يتفاوضون وياه، واكو واحد مشهور في النجف هذا اسمه النخشواني سيد محمود النخشواني، هذا من ايام سيد ابو الحسن الاصفهاني هو كان له دور واستمر دوره
في ترشيح بعض المراجع وإسقاط بعض المراجع، وحتى التفاوض معهم، مثلا تفاوض مع السيد شهرودي المرجع اللي بعد السيد الحكيم صار تقريبا، وكان بمستوى السيد الأخوي، تفاوضوا يعني احنا ندعمك ونأيدك، ولكن بشرط أن الوكلاء كلهم يكونون بيدينا احنا نعينهم، والمكتب مالك احنا نديره، والفلوس كذا احنا نلعب بيها. فقالوا انا شنو اذا صار طرطور صرت انا هذا كذا. في جلسات بيناتهم قعدوا، هذا يتحدث عنه بالتفصيل، شاهد عيان كان موجود، السيد حسن الكشميري الان موجود في قم او في النجف ما ادري، اخو السيد مرتضى الكشميري اللي هو صهر السيد السيستاني، عنده كتب عديده وكاتب تفاصيل هالمفاوضات وتفاصيل هالملاعيب في داخل الحوزه. طيب السيد السيستاني، السيد عفوا الشهرودي رفض، قال شنو انتم قاعد يعني انا اكون اداه بيديكم؟ قال له كيفك تقبل ما تقبل. قال له انا اصنع من جذوع النخل مراجع، هاي كلمه مشهوره له، انا اصنع من جذوع النخل هسويهم مراجع، اذا اريد اسويهم مراجع، يعني ماكو شيء اسمه علم وتقوى وورع وكذا، انت ما عليك، انا اللي اسوي دعايه ذول اللوبيات او المافيات. في الحقيقه هو مو شخص واحد، وطبعا عنده جماعة آخرين بدعم من السفارة الإيرانية أيام زمان والبلاط الإيراني، والفلوس تجي مثلا مرجع واحد، شلون واحد يصير مرجع يشتهر؟ مو بالعلم يشتهر، شوفوا أنتم ما تفرقون بين هذا العالم وذاك العالم، شنو فرقه؟ شنو علمه مثلا؟ ما حد ما يعرف شنو ميزة فلان عن فلان، علم فلان عن فلان، صدقوني ما حد ما يعرف، وهم ما يعرفون نفسهم، ما ماكو شيء، كل كوبي يسوون يعني برسائل عملية، شوفوا أكو فيها فرق ما فيها فرق هواية، كل رسائل نفس الشيء متشابه، إنما الفلوس تلعب دور. الفلوس تجي من وين؟ أيام الخيرية أودية توقفت بعد استقلال باكستان، بعد هذه انتهت، بس ربما تجي بصورة غير واضحة، تجي للمراجع وتلعب دور، توزع بالحوزة فلوس، حتى الحكومة العراقية أحيانا كانت تعطي فلوس بالحوزة، وهذا موثق أيضا، لأنه يهمها أنه مرجع بالنجف ومثلا معادي إلها أو قريب إلها أو كذا، تحاول تتفاوض، تحاول يعني تدعم، وتحاول سقط هذا تصعد ذاك كذا. أيام سيد محسن حكيم رحمة الله عليه كان يعتمد في مرجعيته، في شلون صار مرجع اللي يدير ميزانية الحوزة، يعني يقوم يوزع رواتب بالحوزة، يصير معناته أنه هذا أكو عنده مقلدين هواي، يعني عنده فلوس هواي، يعني صار مرجع، والناس بعد لما نوزع فلوس على الطلبة، الطلبة كلهم يسوون دعاية، فيقوم تجي الأخماس بعدين، بس تجي أحيانا ماكو أخماس هواي، وأحيانا لا تجي الاعتماد الرئيسي على وكيله في طهران، بازار طهران غني ويعطي فلوس خمس، وهذا يجمع الأخماس ويجيبها للسيد الحكيم. زين هنا بالنص هالأخماس تجي للسيد الحكيم أو المرجع أو أي مرجع قاعد بالنجف، خم ما راح يسأل هذا الوكيل ماله، والله ذولا منو اللي يعطوك فلوس واحد واحد، شنو اسمهم؟ ما يسأله، يجيب له كل شهر، يجيب له مثلا 10,000 دينار ذيك الأيام. زين هنا قد يكون واحد من البلاط من استخبارات الإيرانية يجيب فلوس باعتبار واحد متقي وبازاري ورجال كذا وكلش خير، ويومية عنده خمس ويجيب يعطي هذا الوكيل، والوكيل يجيبه للمرجع. فشنو صار عندنا؟ صار البلاط الإيراني دعم بصورة غير مباشرة، ما يجي يقول أنا دا أدعم فلان، أنا المخابرات الإيرانية، أنا الكذا، أنا شاه إيران، لا طبعا شاه إيران سوى برقية تعطى توجيهات، عزب فلان مرجع وهنا فلان مرجع، يعني انت مرجع صرت، هذا اعلام وتوجه سياسي ودعم سياسي، وورا الدعم السياسي الدعم المالي يجي، الدعم المالي بصورة غير واضحة ويستمر ذلك. اذا كانت المرجعية يعني تدعم بصورة غير مباشرة، سواء من بريطانيا ايام زمان لقسم، مو كل المرجعية، وبصورة
واضحة وغير واضحة من البلاط الإيراني، من الحكومة العراقية، من جهات أخرى، استمر التلاعب والتأثير ومحاولة التأثير على البيوتات والشخصيات والطلبة الكبار مثلا، حتى هم يسووا دعاية الواحد وينجح واحد ويسقط واحد ويحارب واحد. هذا أيضا استمر. زين، صارت الثورة الإسلامية في إيران، راح يكون تأثيرها قوي على المرجعية في النجف. صارت حرب، ولكن إذا ما صار حرب كان مثلا المرجعية الإيرانية، هم طبعا المراجع هم صاروا قادة بعد في إيران، بس أيضا يحتاجون المرجعية في النجف تدعمهم أو مو تحاربهم، مو تعاديهم، بتتخذ خط مؤيد لهم، تكون تابعة لهم مثلا. فهنا صار فكر جديد، أنه سابقا نعم هذا النخشواني اللي كان مدير مكتب السيد الخوئي، مدير مكتب السيد الخوئي وهو من بلاط الإيراني، وهو اللي دخل زوجة الشاه على الخوئي أيام الثورة وأخذ صورة معها مع السيد الخوئي ووزعوها في إيران بالتلفزيون الإيراني وبالمظاهرات لضرب الثورة الإيرانية. هكذا يعني يستفيدون من المرجع في ساعة الساعة عندما يحتاجوه. الآن انتصرت الثورة الإيرانية وانتصر إمام الخميني والمرجعية، هنا صار أنه هاي مرجعية النجف ما لازم تكون تابعة إلى إيران، ما لازم تكون منسقة مع إيران، ما لازم يكون خطها مثل خط إيران، خط ثوري، لا، لازم تبقى منفصلة وتبقى بعيدة وتبقى مو مضادة محاربة لإيران، بس تبقى قطب آخر في مصلحة في الشرق الأوسط، مو فقط في العراق، في العراق والعالم كله تقريبا، في العالم الإسلامي الشيعي. فهنا شوفون أيام السيد الخوئي بالثمانينات تقرر أنه يفتح مكاتب أو مراكز في لندن وفي واشنطن، وأيضا أموال السيد الخوئي الموجودة توضع في البنوك، ما أدري سبيا بنك بسويسرا، بلندن، بأمريكا، ما أعرف وين، بس في أموال بالملايين إذا مو بالمليارات، محد ما يعرف إيش قد بالضبط، لأن كلها ملفلفيها يعني مو واضحة وصريحة. في أوقاف بالكويت ومزارع، ما أدري بكينيا، مزارع شاي كذا، بنايات أقعدهم بالكويت وكذا، فهاي فلوس موجودة توضع في هذه الجمعية، في هذا المركز. عندما الأموال تجمع بيد معينة، توفى سيد الخوي، من المرجع التالي؟ من يحدد المرجع؟ هل العلم؟ هل التقوى؟ هل الخط السياسي مثلا؟ لا، هالأشياء ما معروفة، أشياء متساوية أصلا، مجهولة، من يعرف هذا عالم لو مو عالم؟ أو ذاك عالم، من يقول هذا أعلم من ذاك؟ شنو علمه؟ شلون؟ من امتحنه؟ من سأله؟ من كذا؟ أصلا هو عقيدته صحيحة لو مو صحيحة؟ فاسدة مثلا؟ ما حد ما يعرف، ثم ما يتكلم، ما يحكي ولا شيء، لا كاتبين كتب ولا باحثين ولا عندهم شوية أبحاث في قاعدة أصولية مثلا أو قاعدة مسألة فقهية يمكن باحثين فيها، كتب بسيطة، فما نعرف علم العلماء ما هو وكم هو وكيف هذا أعلى من ذاك؟ من يقول هذا أعلى من ذاك؟ كلها بالدعاية والإعلام، هاي أولا. بعدين تجي الفلوس، من يوزع رواتب لكل الطلبة في إيران وفي العراق وفي الهند وباكستان وبلبنان وكذا؟ فيصير معناته عنده فلوس، معناته هذا عنده مقلدين والوكلاء، وذول مو كلهم أنبياء ولا ملائكة. لما الوكيل يشوف الناس فلوس قاعد تجي من هناك، رواتب عالية أعلى من بقية العلماء، والعلماء كل واحد يوزع راتب معين، كل واحد يوزع راتب حتى يعرف هو، هذه جماهيره يعرفوه إله، ما يحطوه في صندوق واحد الفلوس، لا، هذه فلوس مالت مثلا فلان مرجع أو فلان مرجع. إلا اللي بالنجف صاير الآن، المراجع الأربعة يمكن حاطين صندوق مشترك للأموال، هو السيد السيستاني مغطيهم كلهم. ف
هنا الأموال والجمعية، الناس المشرفين على هاي الجمعية على مركز السيد الخوئي 10-11 واحد، كم واحد ماتوا وما أدري من يجي مكانهم، هذول يقررون يتفاوضون يعني على أساس هذه الأموال ترجع للمرجع الجديد. ولكن هذا في عملية دور، المرجع الجديد يجون يتفاوضون إياه أنه إحنا نعطيك هاي الفلوس بس أنت سوي كذا وكذا، أنت مثلا بقينا زكينا ادعمنا، ادعم الجمعية، ادعم هاي الهيئة المشرفة حتى تبقى هي تقود وتوجه المرجعية. وراحوا تفاوضوا مع سيد محمد الروحاني واجا لندن وكذا وما اتفقوا وياه، واعطوه فلوس في البداية دفعة أولى، وزع شوية فلوس على جماعته وعلى وكلائه وعلى كذا، وبعدين ما اتفقوا، وبعدين مات بسرعة ماتوا، واتفقوا مع السبزواري وأيضا ما أعرف شنو كان وماتهم بسرعة. المهم يعني تصير مفاوضات أنه أنت ندعمك وتصير مرجع يعني تعويم المرجع يصعد، أي واحد يعطوه فلوس مرة واحدة وزع فلوس صار هذا يعني المرجع الأعلى، وهو يعطيهم أيضا وكالة يعطيهم تزكية. أنه أنتوا شلون أيام الشاه مثلا أيام الدولة الصفوية المرجع يعطي وكالة للشاه، والشاه أيضا يعطي دعم مالي وسياسي وإداري وكذا، يصير دعم متبادل. هسه احنا هالمرجعية خاصة مرجعية النجف منفصلة عن طهران على أساس عدة استقلالية، لما كان الشاه إيران ما كانت تفكر بالاستقلالية ولا تحكي بالاستقلالية، لا مو مشكلة تتبع أو تدعم وتتعاون وكل شيء، وأصلا جايبين واحد من المخابرات الإيرانية يدير مكتب السيد الخوئي محمود نخشواني. زي البقية شلون من يديرهم؟ مثلا هنا دور سيد مجيد الخوئي، سيد مجيد الخوئي ماذا لعب من دور في دعم مرجعية السيد السيستاني، ومن قبل أخوه سيد محمد تقي أيضا. والسيد مجيد كان معروف علاقاته، يعني اجى بطيارة عسكرية أمريكية نزل بالناصرية ونزل بالنجف، يعني شوفوا وقت هذا كان عندهم خطة لكي استغلال المرجعية في دعم الاحتلال الأمريكي. واجى نزل على يعني مو شيء سري، وبعدين قتل في النجف لأنه في ناس آخرين استنكروا هذا العمل من عنده وهذا الموقف. بس بقى السيد مجيد مثلا عنده علاقات مرتب أمور وروحه وخطه وفكره لا يزال ايضا موجود بالنجف، ما مات السيد مجيد الخوئي، شخصه مات قتل، ولكن الترتيبات والعلاقات والكذا هل انقطعت انتهت يعني بعد ما عنده علاقه باحد؟ يعني هاي المرجعيات الموجوده بالنجف كلها صارت كلها ايمان وتقوى واخلاص وعلم وكذا، ولا في سياسه وفي مال وفي اعلام وفي علاقات دوليه وفي كذا؟ الله اعلم. يعني ما نقدر احنا نبت بالمسألة نقول كلها مسألة، مو كل واحد لبس عمامة وحط لحية ودرس لك كم كتاب صار تقريبا نص نبي او ثلاث اربع نبي او صار امام معصوم، ما عندنا واحد امام معصوم. فصير يعني مواقف يصير التفاوض عليها انه احنا ندعم المرجعية على اساس هاي تدعمنا تتعاون ويانا تنسق ويانا ما تنسق ويا هذا ايران. سيد فضل الله ليش ضرب سيد فضل الله؟ لأنه كان مستقل، ضرب في الحوزة في النجف، وحتى إذا طالب من أتباعه ما يعطوا راتب يقطعون عنه ويطردوه، حتى يدرس قرآن ممنوع، حتى مدينة ثانية غير النجف. أجى سيد محمود الهاشمي أيضا رحمة الله عليه، يبدو خطة إيرانية أو كذا أنه هذا يصير برجع المستقبل بعد السيد السيستاني، حربه ممنوع واحد ياخذ راتب من عنده، ما يصير واحد يروح يمه. ليش؟ لانه هذا مثل ايام زمان لما الامام الخميني كان بالنجف ايضا كان محارب من كثير من المراجع، ما يصير واحد يروح يزور السيد الامام الخميني لانه اكو مخابرات ايرانيه بالحوزه ايام الشاه، فما كان يسمحون واحد يعني يدعم هذا او هذا يصعد المرجع. هو طبعا صعد بعدين بس يحاولون يحاربوه ويحاربون. فهذا سيد محمود الهاشمي ايضا حاربوه
وتوفى سأل الله أخذ أمانته، توفى. بس أي واحد مثلا مدعوم أو عنده خطة أخرى خارج هالترتيبات وهذه التوافقات الصايرة بالحوزة، المافيات اللي مسويتها، قلت لكم الناس مو معصومين، نشوف احنا ما نعرف ضمائرهم الناس شنو اكو بضمائرهم وبداخلهم، التقوى والعصمة مثلا ما نعرفها، وما عندنا نص على واحد، كل واحد طبعا يدعي انه هو الحاكم الشرعي وهو نائب الامام وهو الكذا، بس على اي اساس؟ ما حد بيعرف، ما حد بيعرف. طيب بس احنا نشوف النتائج، نشوف المواقف، المواقف مثيرة حقيقة. يعني هالتنسيق اللي موجود، انا ما ادري، ما اشكك بتقوى احد ولا ايمان احد ولا الله اعلم، بس المواقف اللي تجي المتخاذلة الساكتة عن الاحتلال، المواقف اللي تصم عيونها واذنها عن كل القضايا في المنطقة مثلا، واللي تحاول ان تبتعد عن الخط الايراني. شنو هو الخط الايراني؟ ما الخط الايراني هو التشيع العصري الحديث الحقيقي، الاهتمام بقضايا المسلمين، من بات ولم يهتم بقضايا المسلمين او من سمع مسلم ينادي ومسلمه ولم يجبه فليس بمسلم. عندنا قضايا حوالينا تحدث، قضايا احتلال، عدوان، استبداد، طغيان، اشياء كثيره، فتن، واحنا بنسكت عنها. لازم هذا الخط المرجعي بالنجف يسكت، ما يتكلم عن القضايا، لان هذا تمس بمصالح الاستعمار والاستكبار وكذا. خليكم تقعدوا بالنجف فقط، لا تبحثوا باي شيء اخر. فمن هنا نفتهم ان اكو تاثيرات دوليه، احنا ما شايفين توقيع مثلا معاهدة أو وثيقة مثلا المندوب من CIA أو مندوب وزارة الخارجية يجلس مع واحد من أبناء المراجع، ما شايفين، ما نقدر نتكلم بشكل، بس نشتم ريحة ونشوف أوضاع ونفكر بعقلنا أنه هذا الموقف شنو مبررة، ليش، شنو القصة، فلوس مثلا دافعينهم، شنو قيمة الفلوس، مرجعية عدة الآن مليارات مثلا تجيها، شنو مليونين، شنو مليون، 100 مليون، شنو 200 مليون، ولا شيء بالنسبة للمرجعية. بس تشوف مثلا اللقاءات مع بعض حواشي أو وكلاء أو كذا المرجع، وبالتالي ذول يأثرون ويختطفون يمكن المرجع، يعزلوه ما يجيبوا له معلومات، الله أعلم، ما نعرف. يعني تجري أمور بصورة سرية. فنعيد السؤال، من ينتخب المرجع وعلى أي أساس؟ هل على أساس العلم والتقوى والأعلمية؟ شلون نعرف الأعلمية؟ شلون نثبت الأعلمية؟ من يثبتها؟ ولا على أساس الدعاية والإعلام والمال والعلاقات الدولية؟ هل هذه تفعل فعلها وتأثر؟ هسه بالمستقبل يعني راح يكون عندنا أيضا امتحانات جديدة ومراي، فين مرة شوفون يطلع لكم واحد مرجع ما يعرفه، صار مرجع، من سوى هالمافيا السرية وهاللوبيات السرية هي التي يعني تؤثر وتتفاوض، ومفاوضات تصير حتى مع شخصية أنه إحنا ندعمك بشرط كذا وكذا وكذا وكذا، بعضهم يوافقون بعضهم يوافقون بعضهم يوافقون على مضض، بعضهم ما يدرون، هو رجال عالم كان سيد أخوي كان يدرس مدرس، مرة واحدة صار قائد، صار مرجع، مرجعية بها إدارة وبها قيادة وبها سياسة وبها فهم، هالأشياء بعيدة عن واحد قاعد بالحوزة طول عمره مدرس مثلا بالحوزة، ما يقدر يفهم الأمور هذه بدقة. مرة واحد تجي الدنيا وهو ما يرحب فيها. فأكو كانت دعوة لسيد الصدر، سيد محمد الصدر، محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، كان طارح، قال هاي ما يصير تبقى المرجعية فردية وبعدين بصورة سرية يصير تداول إلها وتخطيط وترتيب وانتخابات سرية، خلي يكون مجلس مثلا في 100 واحد، 500 واحد، 1000 واحد من علماء الشيعة يجتمعون وهم يقررون هذا ويختبروه، شوفوا علمه ويجيبون أدلة وبراهين، هذا والله عالم، هذا أعلم، هذا كذا،
ويرشحون كم واحد وبالتالي يرتبون. السيد محمد سعيد الحكيم رفض هاي الأطروحة، قال يعني شنو، منو راح يتدخل فيها ومنو راح يلعب بيها ويأثر فيها وشلون راح ننتخب هذا وذاك، وهم يصير مشاكل فرفضها. فهسه إذا ما عندنا هكذا مجلس على الناس العاديين، كل واحد اللي يريد يقلد، هسه أنا أعتقد التقليد حرام، التقليد الأعمى بدعة وتخلف وانحطاط وفشي يعني سلبي وبدعة من الدين، ما كان موجود عندنا بالإسلام اسمه تقليد، تقليد أعمى وكذا كذا، وعندنا مسوين فت قيادة باسم الدين وهي ما نعرف هذه تابعة لمن، متأثرة بمن، وتسمع من مين وما تسمع من مين، وليكن إيران تأثر عليها وليكن إيران ليش يعني شنو كفار هم الإيران صاروا، يعني ذولا أسوأ من بريطانيا وأمريكا، إذا أنتم تتفاهمون مع بريطانيا وأمريكا ليش ما تتفاهمون مع إيران مثلا، ليش ما يكون واحد إلى ريحة إيرانية ما يصير نرجع بالنجم على أساس مستقلين، استقلال وهمي، استقلال كاذب مو حقيقي، هذا يدعون الاستقلال ومن جو اللي جو الله أعلم شنو أكو. فخلي الناس هم يشوفون إذا يردون يتبعون أحد العلماء، خلي يشوفون علمه، يتعرفوا على علمه، يسألوه شنو عقيدتك أول مرة، خلينا نعرف عقيدتك أنت بالأئمة شنو، الأئمة منهم أنبياء ملائكة فوق الأنبياء تحت الأنبياء، خذ أعطيني في الشيء مكتوب، اسألوهم واحد واحد وبعدين اسألوهم القضايا التاريخية، هل تعتقد بولادة الإمام الثاني عشر أو لا، كيف، ما هو الدليل عليه، دليل علمي مو افتراضات فلسفية، طيب علم الأصول أنت شنو قواعدك بالأصول، شنو في هذا في الأخبار، عندك تحقيق في الرجال ولا لا، لما قاعد تفتينا هاي المسألة اللي قاعد تفتي بيها خلاف القرآن، تقول مثلا صلاة الجمعة مو واجبة، ليش؟ على أي أساس أنت قاعد تفتي ضد القرآن؟ أو الزواج الصغيرة والتمتع بالصغيرة، تتزوجها وهي عمرها رضيعة أو سنة سنتين، يصير معقول قاعد تفتي ضد العقل أنت، وكلامك مقدس وحي منزل، والذي قاعد تتكلم أشياء عجيبة غريبة، يعني هكذا. المهم يصير في حركة شعبية لمناقشة العلماء وأسئلة والسؤال من عندهم ومحاسبتهم ونقدهم، يعني أنت مو معصوم، ليش ما تأخذ الموقف، ليش ما تأخذ فلان موقف، ليش أنت هدنت الاحتلال، ليش أنت سكتت عن السرقات والنهب والكذا، ليش دعمت القائمة وما دعمت ذيك القائمة، هذه كلها أسئلة سياسية وعلمية وفقهية وعقائدية لازم الناس يسألوها ويناقشون فيها. تقولون الناس مو كلهم يفتهمون، لا لازم يفتهمون، لازم الواحد شوية يطور عقله وفهمه إلى أن يحاول، يعني مو يتبع أي واحد قال له لك هذا صار مرجع يلا امشي وراء قلده تقليد أعمى، هذا حرام وديك بالنار يمكن المرجع، تبدريك أنت إذا حلوا المراجع الحرام وحرموا الحلال، عبادة لهم، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، سواء عبادة لهم صارت هذه، ومن أكبر المحرمات الواحد باسم الدين يتبع إنسان عادي هو لا معصوم ولا نبي ولا معين من الله، ويعتبر كلامه كلام وحي منزل من الله تعالى، هو ظن، هو ظان ظنون، فأنت أعمل بظنك على الأقل أو أعمل بعلمك، هاي مشكلة حقيقة. فإذا من ينتخب المرجع الديني ما نعرف، لازم كل واحد هو يفكر وعلى أي أساس خنفتهم العلم ماله شنو، وهل الدول الكبرى دورهم في تعيينه، لازم احنا نبحث ونحقق ونفضح إذا أكو واحد عنده موقف أو متفاهم أو متحالف أو متخاذل أو كذا، يعني إذا احنا كنا وطنيين ونحب بلادنا ونحب كذا وما يصير نخضع لأي واحد هكذا بصورة عمياء. وما أعرف إذا كان في أسئلة كثيرة بعد، يعني الأخ سليم الكندي يقول أغلب الرسائل العملية ليست أكثر من استنساخ لرسائل سبقتها عدا بعض الجزئيات والمستحدثات، إضافة ليس هناك من أدلة مطبوعة لمحتويات تلك الرسائل العملية من أحكام شرعية لأغراض تقييمها
ودراسة أدلتها، وفيما إذا كانت لها نصوص قرآنية كسند أو أدلة روائية، وفيما إذا كانت مقبولة السند أو لا. أصلا ماكو بحث، ما يخليك تبحث بالأمور دني. تجارة غير مقننة، حمزة بن أحمد. زين، خلينا نشوف إذا واحد آخر عنده تعليق آخر عليه. محمد الزيدي يقول: أستاذنا العزيز، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إيران دولة قومية توسعية هدفها القضاء على كل عربي. هذا كذب، مو صحيح. تدعم العراق وتدعم العرب، هذا ما لمسناه في العراق. أنت لمسته، هذا أنت قاعد تتكلم عجيب غريب. كميل النجار أو كميل النجار يقول: أعطنا حكم واحد فقط مخالف للقرآن، صلاة الجمعة أبرز مثل. الله يقول يعني إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وكل العلماء يقولون هذا دليل على الوجوب. ولكن يجيك واحد يقول لك لا، لأنه هذا مربوط بالإمام، والإمام ما موجود، والإمام غائب، وما مطي، وكان الأحد، فإذا هذا نعطل في عصر الغيبة. قسم كان يقولون حرام، قسم قالوا مكروه، قسم قالوا يعني يجوز، قسم قالوا مخير. الآن الفتوى المشهورة عند بعض العلماء تخير، يعني صلي الظهر أو الجمعة كيفك أنت، مو مشكلة. فهذا حكم مخالف للقرآن. هسه واحد ما يصلي ليه يصلي، بس ليه يقول حرام، ليه يقول مواجب، ليه يقول كذا. كميل النجار: إذا كان السيد السيستاني تم تعيينه من قبل دول الاستكبار، فكيف أفشل أكبر مؤامراتهم ضد العراق؟ أنا ما قلت السيد السيستاني تم تعيينه من قبل دول الاستكبار، يعني أكو دعم يصير من هنا وهناك، وتأثير على السياسة العامة. يمكن هو رجل يعني صادق ونزيه وتقي، الله أعلم. وما أفشل كل مؤامراتهم، هو الداعش في ناس صدوا الداعش، وهو أطلق فتوى ضد داعش، يعني قتال الكفائي. ولكن الاحتلال الأمريكي ما أصدر أي فتوى ضده، إلا أيام صدام حسين، وذيعت من التلفزيون السيد كاظم عدنان البكاء ألقاها، وقال العلماء يقولون وجوب مقاومة الاحتلال. لما حدث الاحتلال لم نسمع من أي أحد منهم بعد ذلك، من الأربعة خاصة، أي فتوى بوجوب، مو وجوب مقاتلة الاحتلال، لا، أنه هذا احتلال غير شرعي ومو صحيح، ويجب أن يزول بسرعة، وأن يعني يغادر العراق بسرعة. حتى بالكلام ما قالوا، وهذا شيء مثير الشبهة حقيقة. الأخ سودي إيراك يقول: لأنها تخالف الأصل الفقهي العقائدي المتأصل بالنهي عن قيام دولة غير دولة القائم. ما أعرف على من يرد. جاء الرد على زينة، شنو كانت قائلة ما افتهمنا. لأنها تخالف الأصل الفقهي العقائدي، هذا شبهة، شبهة خرافة وأسطورة، أنه أدنى إمام موجود وما يجوز إحنا نقيم أي دولة. هاي فد شبهة وقعوا بها الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ألف سنة، هاي الشبهة أخرجتهم عن مسرح التاريخ وعن الحياة، وعطلت الدين أيضا. وفد كلام غير معقول أبدا، أنه افترضوا وجود ولد للحسن العسكري وقال هو الإمام، وربطوا كل شيء به، وقعدوا نايمين بالسراديب، أنه خلي يطلع الإمام يلا إحنا نقوم نأسس دولة. فالكلام غير معقول جدا وكلام متخلف. خلي نشوف مرة ثانية، إذا يبدو تعليقات مرت علينا وما قدرنا نلحقها. نعم، ما تظهر عندي بالكمبيوتر التعليقات كلها إلا ثلاث أربع تعليقات، وبالتالي لا أستطيع أن أتابعها جميعا. خل أشوف هنا إذا كان ممكن.
حجي وليد الإبراهيمي، هل أن محتوى كتاب دهاليز مظلمة يتكلم عن ما يدور من خفايا عن الحرب الخفية بين المراجع ومؤيديهم؟ خفايا مظلمة للسيد حسن الكشميري هذا الكتاب، مو بين المراجع ومؤيديهم، إنما بين اللوبيات والمافيات الموجودة داخل الحوزة اللي تحدث عنها بالحقيقة. زيانة لفتة تقول: استاذ، لماذا يعتبر فقهاء الشيعة دولة الفاطميين والبوهيين والحمدانيين والصفويين دول لا تمت للدين بصلة؟ فقهاء الشيعة، احنا ما شايفين رأي معين واضح. الدولة الفاطمية باعتبارها دولة اسماعيلية من مذهب، يعني مذهب اخر. الدولة البوهية اساسا هي دعمت المذهب الاثنى عشري، دعمه الشيخ المفيد وعطوه مدرسة وعطوه كذا، وفي ظل الدولة العباسية. الحمدانيين أيضا كانوا بعيدين شوي عنهم. الصفويين هم دخلوا معهم في يعني اتفاق من أيام طهماز ابن إسماعيل. الشيخ علي عبد العالي الكركي أعطاه وكالة باعتبار هو المرجع نائب الإمام المهدي الغائب، فأعطى وكالة للسلطان للملك أن يحكم باسمه، والسلطان الملك هذا طهماز أيضا كتب له فرمان لكل الموظفين والولاة والقضاة وكذا أن يسمعوا كلامه، سواء المرجع الأعلى يعني بالحقيقة. فتختلف يختلفون الفقهاء أو علماء الشيعة بالنظر إلى الدول المختلفة بالتاريخ. وحتى الآن دولة إيران مثلا بعض المراجع ما يعترفون بشرعيتها. العراق النظام الديمقراطي اللي مدعوم من قبل المرجع السيستاني، ناس آخرين يقول لا هذا ما نعترف به أو ما يعترفون به، يعني هو كامل الشرعية وكامل. نعم، أعتقد بهذا قدر نكتفي الآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا أيضا أنا أحاول أخذ كل التعليقات. مصدق الخزاعي يقول: بعد التحية قد أشرت ضمنا وكأنك تريد من المتلقي أن يفهم ما بين السطور كون بعض المراجع تعين أو تنصب من قبل الدول العظمى كبريطانيا مثلا، فهل لا ذكرت لنا مرجعا واحدا قد تم تنصيبه عن هذا الطريق؟ نلتمس فيكم الشفافية. هذه مو شفافية، هذه يصير اتهامات بعدين، ولازم نجيب وثائق ونجيب أدلة وكذا. ولكن أنا أشوف النتائج وأحلل فيها، ما عندي هكذا معلومات. وإنما المركز الخوئي اللي عليه هيئة من أمناء هم الذين كانوا يتفاوضون مع المراجع ويدعمون هذا المرجع وذاك، هذا مسجل عندهم ومسجلي بوثائقهم وبنشراتهم. حمزة بن أحمد يقول: هل ترى أستاذ أن استقلالية المراجع أحسن أم أن تكون تحت إشراف الدولة؟ لا تحت الدولة، ولا لازم يكونوا مستقلين. لماذا يكونون تابعين؟ العالم، هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم أمراء على أبواب العلماء فنعم الأمراء ونعم العلماء، وإذا رأيتم العلماء على أبواب العلماء الأمراء يعني تابعين لهم فبئس العلماء وبئس الأمراء. فإحنا ما نطالب أن يكون تابعين لدولة معينة، يكونوا مستقلين حقيقة. وهذا الاستقلال يحتاج لقوة، يعني يحتاج ل... هل ينشر المراجع ميزانية المرجع؟ هذه أيضا مشكلة ومحل شبهة حقيقة، لأنه ميزانيات ضخمة وأحد ما يعرف كم هي هذه الميزانية، كم يدخل وكم يخرج ومن أين يأتي المال وإلى أين يذهب المال. هذا أيضا شيء مريب ويلقي شبهة، يلقي أسئلة على كل المرجعيات التي بصورة سرية وغير شفافة. أحمد عزيز يقول: إذا طرحت هذه الأسئلة على أحد المراجع
أو طرحت أنا، يقول يطرد السائل إذا طرحت خارج براني، ويتهم بشتى الاتهامات. إذا واحد يسأل مرجع تمين فلوسك وشنو علمك وشنو عقيدتك وشنو كذا، هاي الأسئلة طرحناها اليوم. الأخ أحمد عزيز يقول إذا طرحت هذه الأسئلة فمحد ما يقبل بيها. نعم، قرأنا كثير من الأسئلة، نحاول كل الأسئلة أجيب عليها تقريبا، يعني ما عاد ما شفت سؤال باقي. إلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.